الناقد الرياضي الأستاذ محمد يحيى. صباح الورد يا أستاذ محمد. يا صباح الفل عليكي، وصباح الفل على كل المشاهدين قناة تاني. النهارده يوم مميز، النهارده ماتشين، ماتش لمشجعي الأهلي وماتش لمشجعي الزمالك، فده هيخليني برضو أسألك في البداية توقعاتك إيه للمباراتين. يعني خلينا نبدأ بالأهلي، فتوقعاتك إيه لمباراة الأهلي والاتحاد؟ هو طبعا زي ما انت قلتي هو يوم مميز، وكان المفروض في اليوم دوت هيتلعب مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، لكن لاعتبارات امنيه تم تاجيل المباراه، وتم تعويض مكانها مباراتين الاهلي النهارده والاتحاد السكندري والزمالك وسموحه. طبعا زي ما حضرتك قلتي ان احنا هنبدا بمباراه الاهلي. مباراه الاهلي انا شايف ان هي مباراه هتبقى صعبه جدا جدا على الاهلي، يمكن هتبقى من اقوى المباريات اللي هتبقى للاهلي الموسم دوت. ليه شايف الصعوبه في ايه؟ الاهلي ما شاء الله بتاتش وود يعني بيكسب على طول. ده حاجه حلوه مظبوط. ايوه طبعا حاجه حلوه الاهلاويه، يا بختهم. النهارده هيقابل الاتحاد السكندري بقياده كابتن حسام حسن، وطبعا زي ما انت عارفه كابتن حسام حسن من المدربين الكبار اللي بيقدروا بيعملوا ماتشات قويه جدا قصاد الفرق الكبيره، ويمكن كان في مقابله قريبه في نصف نهائي كاس مصر بين الاهلي والاتحاد السكندري، كان الاهلي كسب فيها مباراه بصعوبه يعني 2-1، فكان شايف عشان كده بقول المباراه دي مش سهله، المباراه بتبقى صعبه، خاصه المباراه دايما هتبقى مع الاهلي واتحاد اسكندريه، اتحاد اسكندريه فرقه كبيره وعريقه، فدايما بتبقى مباراتهم صعبه مع بعض، ما بتبقاش نتائجهم متوقعه بسهوله زي ممكن لما نقول على فرق لسه مثلا صاعده جديد او حاجه زي كده، رغم سخونه الدوري السنه دي، لكن انا شايف ان المباراه النهارده ممكن هتبقى صعبه، ممكن نقول الكرات فرقه الاهلي اقوى وفرقه المكاسب محققه نتائج كويسه، يمكن كسب اول ماتشين ليها بثلاث اهداف كل ماتش، وجايه من رحله النيجر طبعا كانت بتلعب في دوري ابطال افريقيا كسبانه، فطموحها عادي بحاجه كويسه، ويمكن كمان النهارده هيعود ليهم بيتسو موسيماني اللي هو المدير الفني لفريق الاهلي، هيعود خاصه انه كان اصيب بكورونا وما سافرش مع الفرقه الماتش اللي فات وكان تغيب، لكن هيعود لقياده الفريق النهارده من ارض الملعب بشكل كامل، وطبعا دوت كله بيدي حوافز حلوه جدا لفرقه الاهلي. في نفس الوقت هو لسه كل لعيبه الاهلي اللي جات لهم اصابات كورونا مصابين، ولا في منهم حد تعافى وهيبقى موجود في ماتش النهارده؟ لا، الثلاثه لسه مصابين ومش هيبقوا متواجدين لسه، ولكن في نفس الوقت هو بيتسو موسيماني بس هو المدير الفني هو الوحيد اللي رجع من اللي هم مصابين الاربعه اللي كانوا، وهيبقى هيلعبوا النهارده المباراه بشكل المفروض كامل يعني، او في بس لعيبه بتاعتهم هم اللي مش موجودين. بالنسبه للاتحاد السكندري النهارده كمان في يعني كابتن حسام حسن بيعمل حوافز كبيره جدا وبيقول لهم ان الماتش احنا كنا ماتش الكاس كنا قريبين جدا من الفوز، ان احنا نحقق نتيجه كويسه وان احنا نقدر نفوز على الاهلي، خاصه ان النهارده كمان هيخلي ادى قرار ان هو يخلي الكابتن حسام عاشور اللي هو كان كابتن الاهلي السابق هو كابتن الفريق النهارده في قلب المباراه في الاتحاد السكندري، فده نوع من انواع الدوافع ونوع من انواع الحافز التحفيز اللي بيعمله الكابتن حسام حسن للعيبه بتاعته في المباريات المهمة زي الأهلي والزمالك لما بيجي يلعبهم لما بيكون بيقود فرقة تانية. يعني توقعات كده لو قلنا كام للماتش الأهلي والاتحاد؟ أتوقع تعادل 1-1 الماتش دوت، لأن الماتش صعب وطبعا صعب التوقع الماتشات الكبيرة دي، لكن أتوقع أن تعادل 1-1 وتكون مباراة قوية وتكون مباراة حماسية كمان زيادة عن اللزوم.